لا هو بص من اول السيسي عمهم وحابس دمهم يا سيسي يا عمهم يا حابس دمهم يا سيسي يا اللي في التلفزيون اللي بتحب تتفرج عليه. انا بحب اتفرج على احمد موسى لاني راجل محترم وقلبه على بلدنا، وبطلب منه ان انا عايز اقابله ضروري عشان اتكلم كلام ينفع الشباب ووطني بلدي العزيزه مصر.